هيثم ديسما المتابعين الموقع الريف ديال يمني مسجام، السلام عليكم ومرحبا بكم زي ثوات المعبر الحدودي بالإنصار. نهارا نسد هذا من القل أجواء ساعاتنا مشي تغسلم تغفغند شون وذان دا غفارا ترقب مرمي غتعزم فرونتيرا لأن مش سنم توقين أنه غثلاثة يمني توقين هذا عزمن مع أنه أموني مجرد يعني خبر مش تغسلم مرة ولكن شن حشت رسمية ما زال وذيني ولو فتغفغند يوجن عدد من وذان غسا حياتين مش تغذو مني غترجان خزان وشا يعني وكسيند نقرس الأجهزة الأمنية حضادة بكثرة تدعو المواطنين أنه ذهت أن أنه تقيم ترانكي وأنه ذهت عقبين غوم شنسن لأنه مازال وذين بوشن قرار رسمي أنوازن فرونتيرا نهارا نسد ذو منسشن ممشي جو مشانا أتزام تعيش مشوية الجو كذا باش حتى أي واحد يتسقسى أنه مرمي غاث عزم منيغ وغاث عزم حاليا مش غضو منيغ وذين نوالو قيم مكينغ أتخزام الأجواء ممش إيجا ومشانا ماشي نتورام الأجهزة الأمنية يعني موجودة بكثرة ثانية تتيت تقوم سلواجي بن سن استعدادات كذلك يعني يجن الحضور يمغار مش تغنى أنه يجن مجموعة المواطنين وسين ذا غساحة ثانية تتيت ربما تعبيرا عن الفرحة أنه أتعزم الحدود وسين ذا تخزان لأن اثنين من غيوق عن ف يعني الأجهزة الأمنية قوم من سلواجي بن سن وسيطان خلوضع أننا سن أنه قيمنا مشان سن لأنه مازال ويظهر ولو غساعتنا أما بالنسبة غدخر الحدود جهته غير نمريش تغف غنديش مجموعة نوذان على أشكال يعني مظاهرة احتجاجية يعني على أشكال الفرحة يسغنيني ربما فغندر أني هنا ترقب المرمقية زمن نغضغط نخصولوتات المسؤولين دي مريج أنه هذا زمن قناس مش تمسى جهة المغرب ربما يعزمن ربما غاسن استعدادات يعني كاملة باش هذا زمن في حين أنه جيتني إسبانيا مازال قناس الشين ونجيبهم مستعدين ربما غاسن يجن فيشتا مش تسنم انا ربما نسيم انا في سانتا انا غير شان حاجه زمانيا فوقين والو من يجي المواطنين ديال مريش فغند صغيون وبالتالي فغند كيس المسؤولين اننا سنمنه ناخذ الشيء مش المهله 72 ساعه ان شاء الله باش ادوم تنفخ شان القرار يتعلق الموضوع عن فتح المعابر الحدوديه زمانيا غيث ما دي السماء غسعتنا قنغدا ما ريت غادي شان حاجه نجد ادوم نصيوض ترقب منغ على موقع rifdia.com دائما الجديد نشي نقنغدا ما نحشتم ود جديد أضرب نصيوض إن شاء الله تعالى.